تصدقون ذاك اليوم وأنا طالع آخر أخبار المنتخب شفت إعلان للتطوع في لجنة تنظيم كأس آسيا. أنا ومحمد سجلنا على طول. صدق إني كنت بس أبي أصور مع اللاعبين، لكن الشباب اللي تعرفت عليهم والخبرة اللي تعلمتها في التنظيم والإدارة كانت أهم من الصور. بس عاد ما فوت توقيعاتهم، كانت تجربة ما تنسي. اكتشفت منها أن في التطوع سعادة. العمل التطوعي متعة، صداقة، تعلم، إنجاز. وانت سويت اليوم؟